هذا البرنامج برعاية الإرشاد الزراعي. الحقيقة الإرشاد الزراعي من المجالات اللي في بلدنا لا تستحق دراسة واحدة ولا تستحق حلقة واحدة ولا تستحق فقط أننا نتكلم عنها حتى ولو بشكل دوري. احنا لازم نشتغل بشكل ميداني، وعشان نشتغل بشكل ميداني فاحنا محتاجين مرشدين كتير جدا، وعشان يبقى عندنا مرشدين كتير لازم يكون في إدخال كوادر جديدة، واللي طبعا ده ما بيحصلش من سنوات عديدة في مجال الإرشاد الزراعي. فاحنا لجأنا لطرق عديدة جدا علشان نسد هذا الفراغ في الإرشاد الزراعي، وكانت هذه القناة للتواصل مع الفلاح المصري للممارسات الجديدة وأيضا الممارسات الصحيحة. على الصعيد الآخر عندنا بعض من المرشدين الزراعيين، وعندنا بعض من أساتذتنا في الجامعات اللي طبعا بيوجهوا للإرشاد الزراعي سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وما علينا إلا أن نكون حلقة الوصل بين البحث العلمي والفلاح المصري حتى تكتمل حلقة الإرشاد الزراعي. عشان كده احنا النهاردة هنتكلم في الإرشاد الزراعي، ولكن من منظورين مختلفين أو من منظورين متنوعين. معنا النهاردة ضيفين الحقيقة اثنين من أساتذة الإرشاد الزراعي في مصر. معنا باشمهندسة نجلاء الدويك، مدير عام الإرشاد الحيواني والمسؤول عن تدوير المخلفات الزراعية. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بيكي. أهلا بيكي. ايضا معانا المهندس اسامه مغاوري، مدير عام البرامج الارشاديه بقطاع الارشاد الزراعي. اهلا بيك يا فندم. عندنا بعض من المشاكل الزراعيه الحقيقه او اللي احنا بنتمنى ان هي تكون مصدر انتاج جديد، زي تدوير قش الارز وزي كتير جدا من المخلفات الزراعيه اللي نقدر نعتمد عليها بشكل كبير جدا في المستقبل، وهو ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي في كل المجالات، ازاي نعمل تدوير لهذه المخلفات علشان يكون عندنا منتجات جديدة بشكل جديد وبشكل مختلف. خلينا نبدأ مع باشمهندسة نجلاء الدويك، واللي يعني خلينا كده نتكلم من وجهة نظر حضرتك، شايفة الإرشاد وشايفة الشغل اللي احنا بنشتغله فيه هذه الأيام، طبعا في ظل أيام مش عايزة أقول بس من النهضة الاقتصادية، ولكن احنا يعني بنحاول اننا نشتغل في كل المجالات علشان نطلع في الآخر بمنتج مصري مقبول في جميع المجالات. منتج الإرشاد الزراعي في هذه الأيام من وجهة نظر باشمهندسة نجلاء الدويك. والله أقدر أقول لحضرتك أن الحمد لله إحنا بنجتهد، ورغم العدد المحدود زي ما قلتي، لكن النهاردة إحنا أصبحنا بنوظف الأدوار، يعني بنلاقي في مجموعة من الشباب دخلوا معانا في الإرشاد وبنقدر نوجههم، وبيحصل تعاون بين الإدارات بتاعتنا، بنخلي المجموعة دي زي ما بتشتغل هنا بتشتغل مع هنا وبتشتغل مع هنا، وبالتالي بنقدر نغطي النقص اللي موجود عندنا في الإرشاد. يعني وإن شاء الله نتمنى في المستقبل ما يكونش عندنا نقص في الإرشاد، يكون عندنا فائض في الإرشاد يكفي كتير جدا من مزارعينا. باشمهندس أسامة، يعني قطاع الإرشاد الزراعي الحقيقة غني عن التعريف، ولكن هو يقوم بالعديد من المهام وعليه الكثير من المسؤوليات في مجال الإرشاد الزراعي، فما هو دور قطاع الإرشاد الزراعي بالضبط؟ هو طبعا قطاع الإرشاد الزراعي بيشمل عديد أو عدد من الإدارات المركزية للإرشاد، الإدارة المركزية للإرشاد، الإدارة المركزية للتشجير، الإدارة المركزية في عندنا الإدارة المركزية للثقافة الزراعية، في الإدارة المركزية للتعامل، العديد من الإدارات المركزية. دور القطاع اللي هو بيحاول يعمل نوع من التنسيق بين هذه الإدارات بحيث نقدر نحقق الخطة المستهدفة اللي بتستهدف النهوض بالمزارع، رفع كفاءته، رفع مهارته، وبالتالي في النهاية يوصل ان هو نقدر نرفع من انتاجيته اللي هتؤدي لرفع مستوى الدخل بتاعه اللي بيصب في النهاية في الدخل العام للدولة. يعني اكيد احنا محتاجين كتير جدا من الامكانيات، سواء كانت الامكانيات المادية او الامكانيات البشرية اللي نقدر نعتمد عليها، واللي هي بترجع في الاخر برضو للامكانيات المادية. أكيد. احنا محتاجين ايه بالظبط؟ هو زي ما قلت لحضرتك ان احنا النهاردة في الادارة المركزية للارشاد كمثال
بدأنا إن احنا نفعل الإدارات المختلفة اللي موجودة ونعمل نوع من التنسيق بينها وبين المشاريع اللي بيشملها أو بتعمل تحت ظل الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي. يعني احنا عندنا الإدارة العامة، إدارة التنمية الريفية، عندنا إدارة الإرشاد الحيواني، عندنا إدارة النهوض بالمحاصيل. كل إدارة من ديت بنحاول إن احنا النهاردة نفعلها، نحاول إن احنا نخليها تأدي الدور بتاعها اللي في النهاية يحصل النهضة للإرشاد الزراعي اللي احنا بنتمنى إن يعود لدوره اللي كان موجود قبل كده إن شاء الله. باشمهندسة نجلاء، يعني هناك الكثير من الحقول الإرشادية والطرق الحديثة اللي احنا يعني دايما بنكون في حاجة شديدة جدا ل يعني الاعتماد عليها. خلينا نروح لباشمهندس أسامة ونتكلم عن الحقول الإرشادية ودورها. طبعا هو الحقول الإرشادية هي بنقول عليها المادة الخام بتاعة الإرشاد الزراعي اللي من خلالها أنا بقدر أفعل البرامج الإرشادية اللي أنا بحطها. فهي بعتبر الحقل الإرشادي هو الملعب بتاع الإرشاد الزراعي اللي من خلاله أنا بقدر أطبق التوصيات بتاعة البحث العلمي اللي أنا بشغل عليها البرامج بتاعتي، اللي من خلالها أنا أقدر أدرب المزارع، اللي من خلالها أقدر أفعل الديناميكية العمل الجماعي بين المزارعين، إزاي هم يقدروا يشتغلوا مع بعض، زي ما بنقول عليها حقول التطبيقية أو الحقول الإرشادية، إزاي هم يقدروا يحللوا يشوفوا النمو في النبات بيبقى ما يبقاش كلام نظري بقى، يعني يبقى بالعكس. ده هي بتبقى زي ما قلت لحضرتك المادة الخام اللي أنا من خلالها بقدر أطبق البرنامج الإرشادي بصورة عملية، أطبق فيه التوصيات، وفي النهاية هو من خلاله إن أنا بقدر أقيم، لأن الحقل الإرشادي هو الأداة بتاعتي اللي أنا أنفذ أطبق أقيم وبيطلع بيه نتيجة العمل الإرشادي أو البرنامج الإرشادي بتاعي اللي أنا بنفذه. طبعا يعني احنا بنقوم دايما باشمهندسة نجلاء بدور حلقة الوصل بين الفلاح وبين الجهات البحثية، عايزين دايما ننقل الجديد، عايزين ننقل الطرق الحديثة. من وجهة نظر حضرتك بقى، ايه الطرق الحديثة اللي المفروض ان احنا نستخدمها في هذا العصر، خصوصا مع التطور التكنولوجي؟ ما بقاش في حد دلوقتي ما بيستخدمش التليفونات الحديثة بكل التطبيقات، بقى عندنا انفتاح كتير جدا على عالم التكنولوجيا من جميع الطبقات الاجتماعية. بالضبط حضرتك كده، واحنا دلوقتي بنحاول ندعم البرامج الجديدة بالمعلومات الزراعية المختلفة، بحيث ان اي فلاح النهاردة بقى حاصل على نسبة برضو من التعليم اللي بتمكنه من استخدام النت والفيس والبرامج المختلفة، بان هو بيدخل بيلاقي العديد من البرامج اللي احنا منزلينها على السايت بتاع الارشاد الزراعي وبيقدر يتعامل معاها، ولو في مشكلات بيقدر يتركها واحنا بنحاول ايجاد حلول ليها، ويرجع تاني يشوف الحلول المقترحة وبتستمر كده. طبعا حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، وهي فكرة يعني اعتماد الفلاح على هذه الوسائل الجديدة اللي هي حتى قد تكون كمان مش مرتبطة بالتعليم، يعني عارف ازاي يستخدمها، عارف ازاي يفتحها وازاي يحصل منها على المعلومات الكافية، سواء عن طريق السماع، سواء عن طريق حتى الكتابة. بدأت هذه الوسائل تعلم الناس كمان الكتابة والقراءة بشكل جديد وبشكل مختلف. احنا عندنا عالم من المخلفات الزراعية، بحب جدا أسمي هذا المجال بعالم المخلفات الزراعية، لأنه إذا أدرناه إدارة صحيحة فإحنا أكيد هيبقى عندنا منتجات كتير جدا جديدة، وهيبقى عندنا كمان جودة في المحاصيل الزراعية، لأنه الاعتماد على الطبيعي طبعا غير الاعتماد على الصناعي. فكيف ترى البشمهندسة نجلاء أدويك هذا العالم من المخلفات الزراعية؟ أنا هستأذن حضرتك بس وأختلف معاكي في كلمة المخلفات الزراعية. احنا بنقول ان هي نواتج سنوية، على اعتبار ان لما بيطلع المحصول عندي وبيترك الجزء الباقي اللي ما بيستخدمش بيبقى ده ناتج ثانوي اقدر انا اوجهه من خلال معاملات بتتم عليه في الشق اللي انا عايزاه، سواء ان انا هستعمله كعلف للحيوان او هستنبت عليه حاجة تانية او استخدمه كسماد
ببعض المعاملات البسيطة جدا اللي يمكن للمزارع شخصيا انه هو يعملها ويطبقها ويستغلها في الارض بتاعته. اذا يعني فكرة انك يعني حتى الاختلاف معايا في النقطة دي انا بالنسبة لي بشوفها يعني وجهة للسعادة الحقيقة، لانه فكرة استخدام منتج اول ومنتج ثانوي اذا احنا بنعتمد على ده بشكل كبير جدا، فاذا اعتمدنا عليه بشكل اساسي اذا كان عندنا ما يسمى بمنتج ثانوي بين قوسين المخلفات الزراعية، ايه اللي هيحصل عندنا في عالم الزراعة؟ ماذا ينتج عن استخدام هذا المنتج الثانوي؟ والله زي ما بقول لحضرتك احنا دلوقتي بنواجه زيادة كبيرة جدا في اسعار الاسمدة المختلفة، الاعلاف، ببعض المعاملات والاضافات على المنتجات الثانوية دي اقدر اشجع المزارع على ان هو يكون علايق خاصة بالحيوان او ان هو يستغلها في تكوين سماد عضوي، وطبعا له خصائص كبيرة جدا السماد العضوي في الارض، وله مميزات عديدة جدا، منها ان هو بيقدر يفكك لي حبيبات التربة، ان هو بيدعم المزروعات اللي عندي بالمواد الأساسية الأزوتية اللي هي محتاجاها، في نفس الوقت برضو بقدر أخفف السماد العضوي ده والمبيدات وحافظ على المية في التربة، لأنه هو بيعمل زي الحصالة في الأرض بتاعتي للمواد الأساسية اللي موجودة، وبالتالي وقت ما بيحتاجها النبات بهرمونات معينة بيفرزها بينبهها لي للطلوع مرة تانية والاستفادة بيها، غير الأسمدة الكيماوية مثلا اللي بنزل عليها المية وبتاخدها وتنزل في الأرض، وده ساهم بشكل كبير في تلوث حتى المياه الجوفية. يعني النهاردة لما بيجوا يعملوا طلمبات مية بنبص نلاقي نسبة الأملاح عالية فيه، ده نتيجة للكيماوي اللي كان بيستخدم بدون أي مواد صناعية ترشيد. بالظبط كده، فأنا برجع للطبيعة تاني. ومن ناحية تانية كعلف للحيوان بقدر استخدمه واستغنى عن ربع العلايق اللي بتقدم للحيوان، وبنمرن المزارعين على تكوينها وفي نفس الوقت ازاي يقدروا يستخدموه. باشمهندس أسامة، يعني باشمهندسة نجلاء ذكرت نقطة مهمة جدا وهي فكرة العودة إلى الطبيعة، احنا فقط بنرجع للطبيعة، لكن لما نيجي نتكلم عن بعض من هذه الطبيعة زي مثلا استخدام الطاقة الشمسية في كثير من المزارع بنقول ان الموضوع هيكلفنا في الاول شوية لانه فكرة تحول المسار. هل تحول المسار ده بالنسبة للفلاح علشان يكون الفلاح المصري يعني مدرك ما هي أهمية العودة للطبيعة، وعلشان كمان نشوف صحة من خطأ عبارة انه العودة للطبيعة بتكلفنا اكتر، هل فعلا العودة للطبيعة بتكلفنا في البداية تكاليف باهظة ولا لا؟ انا شايف طبعا ان لا، بالعكس العودة للطبيعة في الظاهر زي انت ما بتقولي ممكن تكون ممكن وممكن ما تكونش بتكلف كمان، لكن هي في النهاية المحصلة النهاية بتاعتها بالعكس اللي بتعود عليها بالنفع وبتزود من دخلي وبتزود من مكاسبي، بدليل ان احنا النهاردة في بعض المشروعات اللي بنشتغل بيها فيها في الارشاد زي مثلا خلينا نقول برنامج مشروع زراعة نظيفة، احنا بنقول اصلا هو شعاره ايه؟ العودة للطبيعة. يعني ايه؟ يعني ان انا ارجع للمقررات السمادية والمبيدات الموصى بها، السقف الاعلى ده، ما احاولش اني ازيد عن المقرر من الاسمدة الكيماوية. اللي باجي الخص الكلمتين دولت للمزارع بقول له انا عايز ارجع للزراعة بتاعة زمان بتاعة جدي وجدك، اللي هي كانت بتديني منتج صحي وآمن، وبالتالي أنا بقدر من خلال هذا المنتج أني أبيعه بالسعر المناسب، أقدر أخزنه، يبقى في إقبال عليه، مش مكلف، لأن النهاردة يمكن أننا بعدت عن الطبيعة لجأت لحاجات كتير جدا جدا أصبحت مكلفة، وهي الإسراف ومشاكل كتير، إسراف في استخدام الأسمدة وإسراف في استخدام المبيدات، حتى الآلات او التكنولوجيا الحديثه لها المضار اللي هي بتكبس التربه وتخلي تعمل طبقات صامه والكلام ده كله، المحلات البلدي ما كانش بيعمل الكلام ده، لكن اللي عايز اقوله ده ردا على ان العوده للطبيعه مكلف. بالعكس انا من رايي ان العوده للطبيعه
بالعكس ده مجدي جدا جدا. طيب تعالى يعني نتكلم عن اعتقاد اخر عند بعض من المزارعين، وهو فكره انه السماد اللي احنا بنستخدمه بشكل صناعي اللي موجود دلوقتي السماد الكيماوي يعني بتجود في زراعه التربه، بينتج محاصيل زراعيه بشكل اكبر، وانه السماد العضوي او السماد الطبيعي بيقلل من، مش عايز اقول من الجوده لان احنا متاكدين ان الجوده طبعا هتبقى احسن، ولكن فكره الانتاج او زياده الانتاج. هو دي فعلا زي انت ما بتقولي كده، احنا كتير من المزارعين، ولكن في مزارعين يعني فاهمين الحكايه دي، ولكن هو كلمته دايما يقول لك ايه، انا لو ما حطيتش الزراعه مش هتجيب. انا طبعا الكلام ده لا، غير صح، غير مظبوط، لان الاسراف في استخدام الاسمده الكيماويه بيؤدي لتدهور التربه. فتدهور التربه بيخلي الانتاج يقل. يعالجه بايه؟ للاسف بزياده الاسمده الكيماويه. وده اللي احنا السؤال اللي هي في الاخر بتضر التربه. اللي هي بتضر التربه. بدليل ودي حاجه علميه معروفه، ان كثره السماد الكيماوي بتزود نسبه الملوحه، بتخلي النسبه اللي يمكن امتصاصها من العناصر الغذائيه او اللي بنقول عليها الميسره قليله. لكن المزارع ما بيبصش الا فوق سطح الارض، هو بيزود كيماوي خصوصا الاسمده الازوتيه، يشوف النبات يزرق لونه زي ما بيقول كده، لكن اللي بيحصل تحت بيحصل تدهور. هو بيبتدي التحسن اللي فوق سطح التربه ده تحسن وقتي وظاهري، لكن اللي بيحصل بعد كده بيزيد مشاكل في التربه. ولذلك هو بنطرح عليه سؤال بسيط جدا، انت من 10 سنين كنت بتحط كام شكاره كيماوي، والنهارده بقيت تحط كام شكاره كيماوي؟ كان الاول مثلا الذره يحط 4 شكاير، النهارده وصل لبعض المناطق 10. بعض المحاصيل زي البصل والبطاطس بيحط للايراد شكاره. طب السبب ايه ورا ده؟ السبب ان زي ما قلت لحضرتك، هو كل ما بيحط، كل ما تتدهور التربه يقوم يعالج، مش يقوم المحصول يضعف، يعالجه بايه؟ بزياده الاسمده الكيماويه. تزيد المشكله تحت الارض، يعالجه بايه؟ يزود الكيماوي سنه عن سنه. ولذلك النهارده ناس بدات يعني تعرف المشكله دي، وبدات تقلل من استخدام الاسمده الكيماويه. وطبعا هو العلاج ان انا استخدم السماد العضوي زي ما باشمهندسه نجلاء قالت، لان زي ما قلنا هو بيفكك التربه. الاسمده الكيماويه بتعمل تدهور للتربه، بتعمل طبقات صمغ، بتعمل عدم تنفس، وواحد ما بيتنفس هياكل ازاي؟ فدي اللي بيحصل للجذور بتاعه النبات. فكثره استخدام الاسمده الكيماويه ظاهريا للمزارع هو بيفتكر ان هي بتزود الانتاج، لكن اللي بيحصل هي بتزود الانتاج بصوره وقتيه، لكن بيحصل تدهور للتربه. ولذلك هو كل سنه عن سنه بيزود فيه، وده اللي خلى ظهر مشاكل صحيه كتير جدا، يعني طبعا ده نتيجه الاسراف في استخدام الاسمده الازوتيه. طبعا، واحنا دايما لما بنيجي نتكلم، لما بيكون معانا يعني كثير من الاطباء او الاطباء البيطريين، دايما يعني بنرجع فكره الحاله الصحيه اللي وصل ليها الانسان للتربه وللحيوان، لانه يعني دول الركيزتين الاساسيتين لصحه الانسان. باشمهندسه نجلاء، يعني باشمهندس أسامة قال لنا برضو انه كده خلاص، يعني احنا تأكدنا انه العودة الى الطبيعة لا تكلف، العودة الى الطبيعة هي التي تحسن من التربة، العودة الى الطبيعة لا تؤثر على جودة الانتاج طبعا او زيادة الانتاج. اذا احنا محتاجين دلوقتي اننا نستخدم وسائل حديثة لفكرة انه الفلاح المصري لا يعتمد على شيء سوى العودة للطبيعة، نعمل ايه بقى؟ والله حضرتك احنا يعني بنعقد لهم ندوات، حتى لو ندوات موسعة في مديريات الزراعة، وبنعمل جمع وبيجوا الحقيقة كتير جدا، وبنقدر نعرفهم على أهمية انك ترجع للطبيعة تاني، استغل المخلف اللي طالع او المنتج السنوي زي ما قلت لحضرتك اللي طالع من أرضك، ورجعه لها تاني، ورجعه لها، ده يعني فكك التربة بتاعتك، نمي الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة فيها، خلي جدر النبات يعرف يشد الأكسجين زي ما قال الباشمهندس أسامة، يقدر يتنفس، ولما هيقدر يتنفس هيقدر يديني نموات كتير جدا. ما اعتمدش بس في شغلي على السماد الكيماوي اللي بيديني نمو خضري،
هايش وكتير قوي، لكن احيانا بنلاقي النمو الثمري ضعيف شويه. وبالتالي احنا النهارده بنحرص على ان احنا نعقد ندوات موسعه في مديريات الزراعه، وبندعو لها عدد كبير من المزارعين اللي مهتمين بالمجال ده. والندوات دي بتلاقي اقبال شديد لانهم عايزين يعرفوا وحريصين على المعرفه. دي حقيقه، دي حقيقه. وحتى احنا كمان بنشوف ده عندنا هنا في قناه مصر الزراعيه، لما بنفتح التليفونات كتير جدا من مشاهدينا يمكن بنقول انه المعلومه اللي تاخدها من الفلاح بتساوي كتير جدا من كلام مكتوب في كتب، لانه الفلاح بيكون مؤمن وبيكون مجرب وبيكون ما بيديش النصيحه دي لغيره من الفلاحين غير لما بيكون فعلا حاسس انه لازم يوصلها. فالفلاح المصري عندنا مش بس مهتم بانه هو يكتسب المعلومه، هو كمان مهتم بتداول المعلومه بين نفسه وبين كثير من الفلاحين. ولكن يبقى عندنا مجموعه من التحديات في قطاع الارشاد الزراعي. انا استاذن حضرتك، و احنا في بعض البرامج بنعمل المدرب الفارمر، المزارع نفسه، من فارمر لفارمر. بنعمل تدريب لبعض المزارعين وبنسيبهم هم اللي ينقلوا المعلومة دي. يعني هو يمكن زي ما قالت باشمهندسة نجلاء، يمكن احنا برضو عشان نقدر نواجه التحديات، والتحديات اللي احنا اصبحنا بنواجهها من ضمنها زي ما بنقول دلوقتي نقص العدد الموجود بالنسبة للكوادر الإرشادية، فإحنا بنلجأ للعمل بنظام الفارمر تو فارمر أو المدارس الحقلية، المزارع للمزارع. المزارع، وزي أنت ما قلت كده هو بالظبط. أنا ممكن أقعد أتكلم 10 ساعات، المزارع يعني ممكن ما يكونش مقتنع باللي، لكن مزارع تاني يقول كلمتين يقتنع بيهم تماما، لأن هو بيتكلم واللي بيسمعه عارف أرضه، فهو عارف اذا كان بيقول صح ولا ما بيقولش صح. فدي نقطه مهمه جدا. فزي ما قال احنا الكوادر الارشاديه بتقل، فبدانا نعمل نوع من انواع التدريب حتى للمزارعين هم ازاي يديروا المدارس الحقليه اللي بتعتمد على تبادل الخبرات، بتعتمد على تبادل المهارات، طرق حل المشاكل. يمكن المزارع بيقول على معامله او توصيه او ممارسه هو بيمارسها ادت لان هو يتغلب على مشكله من المشاكل. البحث العلمي اصلا بيبتدي ياخد الفكره ويبتدي يحاول يعيد نشرها او يعني ياخدها في الاطار العلمي ويجربها ويبتدي يعملها كتوصيه، لكن هي مصدرها مين اصلا؟ المزارع اللي قال. الحقيقه يعني تصديقا للكلام اللي بتقوله باشمهندسه نجلاء واللي بيقوله حضرتك، يمكن اساتذتنا في الارشاد الزراعي حكوا لي اكتر من مره انه زمان المرشد الزراعي كان من ذكائه وحيلته في التعامل مع الفلاح المصري انه كان لما بينزل الارض بعض من المرشدين الزراعيين بيلبس الجلابيه علشان يكون واحد من الفلاحين وواحد من المزارعين، لانه فكره الانطباع ان هو واحد مننا فهيقدر ان هو يساعدنا بشكل اكبر. فهو ده تصديقا برضو للكلام اللي حضراتكم بتقولوه، فكره المزارع للمزارع، فكره المزارع ذو الخبره وذو التجربه الكثيره واللي يعني تعرض لكثير جدا من المشاكل وبيقدر ينقل حلها بشكل كبير. لكن باشمهندس اسامه، احنا لدينا كثير من التحديات في قطاع الارشاد الزراعي نفسه، من داخل قطاع الارشاد الزراعي، كيف نتحدث عن هذه التحديات؟ زي ما قلت لحضرتك التحديات اللي احنا بنواجهها هي زي ما قلت برضو الكوادر القليله، مش عايز اقول يعني الامكانيات الماديه اللي نتيجه يعني الظروف اللي بنمر بيها ضعف الامكانيات الماديه، ولكن احنا النهارده بنحاول نتغلب على التحديات دي من خلال احنا كقطاع ارشاد زراعي بان احنا نتعاون مع الجهات الاخرى زي مثلا مراكز البحوث من خلال العمل من بعض في الحملات القوميه مع مثلا مشروع تطوير الري الحقلي، وازاي ان احنا نقدر نوصل رساله ترشيد استخدام مياه الري بالتعاون مع القطاع الخاص في مشاريع زي مشروع الزراعه النظيفه مع شركات شركه من الشركات القطاع الخاص، في التعاون ان احنا نقدر حتى نفس القطاع من الداخل ان هو الادارات بتاعته تقدر تتعاون مع بعضها بحيث ان احنا نقدر نوصل الرساله، نحقق الهدف المرجو
في ضوء الامكانيات الموجوده. تمام يعني. بمناسبة التعاون باشمهندسة نجلاء بقى، خلينا نتكلم عن التعاون بين وزارة الزراعة أو فكرة تدوير المنتج الثانوي بين قوسين المخلفات الزراعية، عشان دكتورة أو باشمهندسة نجلاء ما تزعلش مننا، والتعاون مع وزارة البيئة. احنا تعودنا دايما من وزارة البيئة ان هي تقول لنا اتبعوا تدوير المخلفات بشكل صحيح، تدوير المخلفات هو الذي يؤثر على البيئة والذي يؤثر على صحة الانسان والذي يؤثر على التنفس وكذا وكذا وكذا. فكيف يكون التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة؟ والله احنا الحمد لله رب العالمين في بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ووزارة البيئة، وفي البروتوكول ده احنا طبعا ده على مدار سنوات طويلة، والحمد لله برضو كل سنة من نجاح لنجاح لنجاح. يمكن اقربها السنة اللي فاتت نقدر نقول ان احنا نجحنا في السحابة السوداء. ناس كتير جدا لما تيجي تسأليهم يقولوا لك لا احنا ما حسناش بالخنقة، لا الريحة اللي كانت بتضايقنا قلت جدا، وده نتيجة لجهود عالية ومبذولة بعناية وبدقة وبشكل دقيق بيننا وبين زملائنا في وزارة البيئة. بندور كمية كبيرة جدا من القش، وبنعمل مواقع لتجميع القش، اللي طبعا أسعار القش يعني في السنتين الثلاثة اللي فاتوا ارتفعت بسعر كبير جدا، ابتدى المزارع يبقى في تهافت عليها. بالظبط، انا مش عايزه اقول يعني وافضح الناس بيسرقوها من بعض دلوقتي. يعني بعد ما كانت، خلينا نفتكر كده نرجع كام سنه ورا عشان نقارن بس المشهد بتاع المخلفات الزراعيه وخصوصا قش الرز ومخلفات الرز، كان الفلاح المصري بيتخلص منها يعني، ممكن كبريت ويولع فيها وخلاص. ممكن حتى كان بعض من المواقف المضحكه ان هو يعني يزحها على الجار اللي جنبه علشان هي تبقى للجار اللي جنبه. فاحنا وصلنا دلوقتي لعصر فكره التهافت على المخلفات الزراعيه او المنتج الثانوي للزراعه. باشمهندس أسامة، يعني المبيدات، واحنا كنا بنتكلم من شوية عن السماد الصناعي أو السماد اللي الناس تعودت ان هي تستخدمه، والسماد العضوي أو العودة إلى الطبيعة. ما يؤذي أو ما ينفع هو في بعض الأحيان يؤذي التربة، وهو المبيدات الزراعية. الحد من استخدام المبيدات أو استخدام المبيدات بالشكل الموزون، يعني زي ما احنا بنقول أو الآمن، هو احنا يعني بنعد برامج دلوقتي ارشاديه بتستهدف الاستخدام الامن للمبيدات. ما نقدرش نقول ما تستخدمش المبيدات، ولكن البرامج دي لها اهداف مترتبه، بتبدا من امتى انا استخدم المبيد. زي ما نقول في الحد الاقتصادي الحرج، انا ممكن استخدم مبيد تكلفته اعلى من الضرر او الاصابه اللي يحصل، فبعلم المزارع ازاي وامتى يستخدم المبيد لما يوصل للحد الاقتصادي الحرج. يعني اصابه هيبقى تكلفه او اضرارها اكتر من ثمن المبيد، دي حاجه. الحاجه الثانيه، ما هو المبيد اللي هيستخدمه؟ يبقى هنا بيلجا للمرشد الزراعي المتخصص سواء في المكافحه او سواء في الارشاد الزراعي. ثالث حاجه، المصدر اللي يشتري منه هذا المبيد، لان ممكن قوي الخطوه الاولى والثانيه كويسه ولكن يروح يجيب من مصدر غير امن. وعندنا النهارده في اداره المجالس الزراعيه اللي توفر المبيدات اللي بنقول عليها اللي هي من مصدر موثوق به في المعارض، او على الاقل المرشد الزراعي يقول له تجيبه منين. النقطه دي كمان مهمه جدا، لان احنا شخصيا بنعاني منها هنا في القناة. لما بنفتح التليفونات بنلاقي كتير جدا من المشكلات حول المبيدات الزراعية، ولما بيبقى في تواصل من الكنترول بعد كده مع الدكاترة أو الباحثين اللي بيكونوا موجودين، بنلاقي إنه الفلاح ما بياخدش المنتج اللي عليه علامة الجودة اللي احنا أو وزارة الزراعة بتحددها. بالظبط، وخصوصا إن في زي ما نقول النهاردة مصانع تحت بير السلم والكلام ده، ودي مشكلة كبيرة. النقطة اللي بعد كده هي الآلة اللي هيستخدمها، لأن يعني ممكن برضو ياخد الخطوات الأولانية ويجي يستخدم آلة غلط. الحاجة الرابعة، المعايرة، إزاي يحل المبيد. الحاجة الخامسة اللي أنا أقول إنها ممكن، التوقيت اللي هيرش فيه المبيد. ممكن كل الخطوات تبقى كويس ولكن رش في توقيت غلط.
الحاجة اللي بعد كده أقدر أقول لك مثلا اللي بنقول عليها الفترة البينية، إذا كان هيكرر الاستخدام يبقى كل قد إيه ما بين علشان في حاجة زي ما قلت كده، أنا عايز أوصل بيه استخدام آمن للمبيد، إن المبيد ده ما يبقاش مصدر ضرر للزرع بتاعه، لأن ممكن المبيد لو زادت الجرعة يحرق الزرع. ما يبقاش مصدر ضرر للتربة زي ما قالت باشمهندس الأجلاء، أنا التربة دي كائن حي فيها كائنات حية، لو زادت نسبة التركيز بيموت الكائنات الحية اللي هي مصدر لعناصر غذائية كتيرة جدا في التربة. ما يبقاش المبيد مصدر خطر للحيوان اللي موجود، ما يبقاش المبيد مصدر خطر للإنسان اللي بيرش. فكل الحاجات دي أنا بسميها وبحطها في برنامج بسميه الاستخدام الآمن للمبيد. ده أنا عايز أقول في حاجة، أنا من ضمن الحاجات اللي أنا بيستهدفها البرنامج إزاي أتخلص من العبوة. احنا للأسف بنشوف بعض الممارسات الخاطئة، بيجيب عبوة المبيد يحط فيها سكر أو دي برضه في منتهى الخطورة. إزاي لو لا قدر الله حصل نوع من أنواع التسمم، إزاي هو يتعامل مع الحالة. كل ده بنحطه في برنامج جرعة واحدة كده بنسميها الاستخدام الآمن للمبيدات. خلينا نرجع مرة تانية للمخلفات الزراعية أو المنتجات الثانوية للزراعة. وإحنا دايما لما بنيجي نتكلم الحقيقة عن المخلفات الزراعية، معرفش ليه دايما بنروح كده عند قش الرز يعني، أو إحنا تعودنا إنه ذهننا مرتبط المخلفات الزراعية يعني قش الرز، لكن إحنا عندنا بالتأكيد كتير جدا من المخلفات الزراعية أو منتجات زراعية ثانوية. إحنا عندنا إيه الأنواع اللي عندنا من المخلفات الزراعية في مصر؟ إحنا عندنا وفقا لكل منطقة فيها مزروعات لازم تلاقي لها منتجات ثانوية، فأي منطقة بتشتهر بأي محصول لها منتج ثانوي وبكميات يعني كبيرة في بعض الأحيان، زي ما قلت لحضرتك كده بيتعمل لها حصر على المستوى العام، وبنقدر بعد كده نوجه الاستخدام، سواء هيتم إنبات بعض المحاصيل عليها في الزراعة النظيفة زي ما قال الباشمهندس، أو إن إحنا هنوجهها لعلايق بشكل معين للحيوان اللي موجود، أو بتتوجه كسماد عضو. فالاستخدامات كتير جدا للمخلفات الزراعية. أكيد. هو يعني زي ما تقولي في مناطق بتبقى فعلا يعني لو قلنا على مثلا المناطق الصحراوية زي النوبارية، بتبقى مثلا عرش السوداني ده بيبقى كتير جدا، الموز مخلفات الموز طبعا، الموز عارفين خلفات ودي بتبقى كتير جدا، البساتين والناتج الأضب أو التأليم بتاعها، في مناطق زي كفر الشيخ عرش بنجر السكر ده برضو، والحاجات دي غنية جدا بمصدر جيد للبروتين زي عرش السوداني والحاجات دي كلها. أنا ممكن لما استخدمها في الكمبوست ممكن، وممكن استخدمها في العلف. في العلف كمان. الحقيقة فكرة تطوير المخلفات في شتى المجالات وفي شتى المنتجات اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية، اوعوا حد فيكم يرجئها للغرب او فكرة الاوروبيين بيستخدموا المخلفات الزراعية دلوقتي بالشكل الفلاني. اول من ابتدع استخدام المخلفات في الحياة هم الفراعنة. الفراعنة هم اللي عرفوا ازاي يستخدموا كل منتج وكل اشياء بمعنى اصح في حياتنا اليومية استخدام صحيح واستخدام امن. انا بشكرك جدا باشمهندسة نجلاء الدويك، مدير عام الارشاد الحيواني والمسؤول عن تدوير المخلفات الزراعية، نورتينا النهاردة وافدتينا كتير بمعلومات حضرتك. سعيدة بوجودي معكم جدا. اهلا بيكي. كمان بشكرك جدا باشمهندس اسامة مغاوري، مدير عام البرامج الارشادية بقطاع الارشاد الزراعي، شكرا جزيلا. حقيقة اشعر وكأن هذه الفقرة ضمت حلقتين مع بعض او ضمت موضوعين اتنين مع بعض، اتكلمنا عن الارشاد الزراعي بشكل مستفيض، وايضا اتكلمنا عن المخلفات الزراعية او كما قالت لنا باشمهندسة نجلاء الدويك المنتج الزراعي الثانوي الذي يجب علينا ان نتعلم كيف نستخدمه استخداما صحيحا واستخداما جيدا. بعد الفاصل ان شاء الله هنتكلم عن اللقاحات والامصاب وكيف نحقق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال دون اللجوء للاستيراد من الخارج، فانتظرونا بعد هذا الفاصل.
هذا البرنامج برعاية وستظل الدولة المصرية بوعد ربها وإرادة شعبها وعزيمة جيشها وبطولات أمنها واحة الخير والأمان مكتوب على أبوابها ادخلوها آمنين.